هيثم الموسوي. لحظة أبو عائشة والضيف الذي معه الآن أنا أرحب به، هو عنده ضيف كريم عزيز علينا ما شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيدنا الحبيب، حياكم الله أنت وفضيلة الأستاذ الأخ عيد الورداني، سررنا بانضمامكما للبرنامج وإحنا في خضم المناقشات. لكن إذا يسمح لي أبو عائشة بعد إذن وبعد إذن الأخوة أرحب بالسيد ميثم والأستاذ عيد. حياك الله سيدنا الحبيب أولا. حياك الله حجينا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حيا الله جميع مشاهدينا الكرام. حياكم الله أستاذ عيد، أنا أهلا بكم ومرحبا بكم في أرض كربلاء، مرحبا بكم في العراق، أرض علي، أرض الحسين، أرض الأولياء، أرض الأنبياء، أرض الكرم، أرض نصرة الإمام إن شاء الله عجل الله فرجه الشريف. أنا الآن في نقاش، لكن سأرجي النقاش وهي فرصة أن أستغل وجودكم أستاذ عيد. أريد أنت يعني رجل في قلبك ولاء محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين المعصومين، وأنت جئت في الآن في مكان هو تابع لقناتنا، وهذا شرف لنا وشرف لنا لأنك زائر للحسين عليه السلام ورأيت نور محمد وآل محمد، وشرف لنا أنك ضيف على العراق، وشكرا للأخ زين العابدين اللي قام بدعوتكم ونحن ساهمنا بأن تكون ضيف عزيز علينا مع السيد ميثم، لكن الشكر كل الشكر للأخ الذي ساهم باستضافتكم الأخ زين العابدين، جزاه الله خير الجزاء. أريد منك أخونا عيد أنه ليلة السفر بكرة تروح للعراق، تذهب إلى العراق وجئت للمطار وهذه الطائرة ستقلك إلى العراق، ماذا كنت تفكر خلال فترة الطيران؟ ماذا كنت تفكر أول مرة تزور العراق، أول مرة تحط الرحال في كربلاء في مناسبة مليونية؟ عندما هبطت الطائرة ماذا أحسست؟ عندما نزلت من الطائرة، عندما رأيت القبة؟ فأريد أن تصف مشاعر الإنسان الذي والى محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين المعصومين وهو لأول مرة يذهب إلى هكذا مكان، ما الذي كان يجول في ذهنه؟ قلبه ماذا كان يقول له؟ ثم ماذا رأيت بعد ذلك من كرم أتباع الحسين عليه السلام أو من الأمور التي رأيتها على الواقع؟ تفضل أستاذ عيد. بسم الله الرحمن الرحيم، حياك الله أستاذنا الفاضل حق وعد، وحيا جميع الإخوة المتابعين حضرتك، وأنا دائما متابعيك ومتابعي السيد ميثم، ومعجبين بكما لأخلاقكما ثم علمكما، فبارك الله لكما وجزاكما خيرا، وبارك الله في الدكتور زين وفي كل أخ يعني ساهم في الأمر في زيارتي أو ساعدني أو كان رفيقي في أي مرحلة من مراحل هذه الرحلة وفي أي يعني زيارة كانوا معي فيها. أشكر جميع الأخوة فعلا، وأنا ممتن للجميع بهذا الذي قدموه حقيقة. بالنسبة للسفر، أنا من نوع قبل السفر يعني أتوتر قليلا، يعني بيجيني كده نوع من الشدة شوية، شيء من الاهتمام، بكون مهتم جدا حتى في السفر القريب. أنا ما سافرتش برا مصر اللهم إلا إلى السعودية والحج منذ سنوات، وهذه المرة العراق، لكن أي سفر حتى لو كان خارج اسكندرية بلدي داخل مصر ببقى عندي نوع من الاهتمام أو الهم أو الانشغال. يعني هذه السفرية بالتحديد رغم أنها في بلد أخرى في دولة أخرى، إلا أنها والله ودون يعني مزيدة دون جملة دون حول أحل معين، إلا أني كنت حاسس بروح نفسية شديدة
وحس ان انا كده يعني مش حكايه عايل هم الرحله، بالعكس ده انا كنت في منتهى السعاده ونمت قبل يعني الرحله قرير العين، ويمكن مش متعود انام قبل اي سفريه، نمت وانا مستريح الحمد لله رب العالمين. من اول ما خرجت من بيتي وفي تيسير عجيب، يعني الحمد لله رب العالمين كل شيء كان ميسر بشكل في منتهى الغرابه، وده كان زاد راحتي النفسيه وزاد اطمئناني وزاد سعادتي اللي انا كنت حاسس بيها ان الائمه عليهم السلام ارسلوا لي بواسطه الاخ زين او غيره، يعني هو الرساله جايه من ربنا، جايه من الائمه عليهم السلام. فده كان يعني بصراحه مثار سعاده لي وحبور. يعني انا في بلدي غريب، انا في مصر غريب جدا جدا منذ 8 سنوات. لما نزلت العراق شعرت كأني ربنا عوضني عن أولادي، عن أهلي، عن جيراني، عن زملائي، فحسيت إن أنا في بلدي فعلا. يعني كان شعور في منتهى السعادة يعني لا يوصف، دايما المشاعر ما ينفعش توصف، فحقيقي كان صعب النص المشاعر، لكن في النهاية حاسس إن أنا في وسط أهلي وفي وسط ناسي فعلا. يمكن اللي كان مثار التعب شوية الحر الشديد، إن أنا مصري واسكندراني عندنا اسكندريه بلد جواها لطيف، حتى كل اهل مصر بييجوا عندنا اسكندريه عشان يستمتعوا جواها. برضو الزحام الشديد كان موجود، وانا يعني الاثنين دول الزحام والحر ليسوا على يعني هوايا ممكن يتعبوني بدنيا وصحيا، الا اني نسيت الحر ونسيت لفح الشمس وسخونتها ونسيت الزحام، لدرجة أني والله العظيم في أول يوم زرت فيه الإمام الكاظم مع القاسم من الإمام الجواد والإمام الجواد، يعرفوا أن الأطعمة والمأكولات والمشروبات على الجنبين في كل خطوة، إلا أني من شعوري وحضوري وسعادتي نسيت أتغدى وأتعشى، حتى أني شعرت بالتعب الشديد اخر اليوم، فحسيت ان انا ما كنت ما اكلتش حاجه، فنسيت حتى الطعام والشراب رغم انه متوفر جدا والناس في الشوارع بيستوقفونا. المشاهد اللي شفتها في العراق حقيقه اعتقد انها لا توجد في اي بلد في العالم، الجمال اللي موجود في العراق سواء كان في الاجانب او في الوطنيين، يعني الاخوه العراقيين وما بهم من كرم وسماحه وطيبه وادب وأخلاق حقيقة لم أراها في أي مكان آخر، يعني حتى في بلدي ما فيش الجمال اللي الناس فيه، رغم إن في زحمة شديدة ورغم إن في ضغط نفسي شديد، إلا هذا الزحام وهذا الضغط وهذه الحرارة كل ده بيفجر عند العراقيين الجمال، ده شيء غريب وكأنه بينضج الأخلاق الحسنة وتظهر بشكل جميل. يعني دايما في العاده ان هذه الظروف بتخرج من الناس الأسوأ، الزحام والضغط لكن هذا امر عكس تماما ما حدث مع العراقيين، حتى الناس اللي مش عراقيين في العراق اخوه ايرانيين او من اي دوله، الكل تحس انه لحمه واحده، انسجام جميل جميل جميل. يعني مش عايز اكون متجني لو قلت ان انا لما اشعر بهذه المشاعر وانا بقدم ناس في الحج والعمره كنت حاسس ان انا لوحدي، يعني انا جاي من مصر بحج وبعتمر وفي اجانب وفي كثيرين جدا من كل دوله بالالاف او ملايين، لكن كنت حاسس اني لوحدي. لكن هذه المره في العراق لان القلوب كلها جايه لهدف واحد، كل القلوب الموجوده خارج العراق والكل جاي عند سنتر واحد، الكل بيتلاقى في السنتر اللي هم الامه الولايه، فهذا التجمع الجميل بيخلي فيه نوع من الوحده والالفه والحب للناس بعضها. فحتى الناس اللي هم مش عراقيين برضه كانوا بيطلعوا جمال اسلوبهم وادابهم، واحد جاي مضحي وسايب كل شيء وجاي قطع مشوار بعيد جدا جدا، فبالتالي بيجازى من الله سبحانه وتعالى
والأئمة عليهم السلام إنهم بيكونوا معاه، فبالتالي أصبح شخص رباني. فيعني هي مش عارف أعبر عن مشاعري، ويمكن أكتر سؤال سألته دايما إيه شعورك لما نزلت العراق، إيه شعورك لما رحت للأئمة؟ لا ما ينفعش يتوصف، هي فعلا مش منفعش لأن هو مش ثقيل أو لا، لأنه فوق الوصف. فربنا يبارك في كل الزائرين، وربنا يبارك في كل الإخوة وأهل العراق، ويتقبل منا جميعا ومنكم أخي وعد، وربنا يبارك فيكم على ما تقدموه إعلاميا ودعويا أنتم أيضا وأنتم أساتذة، حضرتك الأخ ميثم وكل إخوة الضيوف الكرام اللي بيهم حضرتك. وأنا أتشرف أن أكون عند في هذه الشاشة وهذه المنصة الرائعة الخلوقة. الله يبارك بيك وجزاك الله خير الجزاء. بقى أنت صادفت الآن يعني زوار الحسين سلام الله عليهم، سؤال يعني يطرح الآن، هل وجدت العفوية يعني عندما كنت تنظر إلى زوار الحسين عليه السلام، هل هذا التجمع المليوني يعني دخل في داخلك؟ ما الذي حركهم هؤلاء بعفوية؟ كنت تتساءل أن الذي حركهم هو تنظيم معين، ولا أن الذي حركهم انتماء لمحمد وآل محمد؟ يعني هقول لحضرتك على حاجة المفروض إنما أستحي أذكرها، يعني المفروض أستحي أذكرها لأن كنت بستنكف أعملها، أو إن كنت بشمئز من الناس اللي يعملوا كده، وهي ان اروح عند الباب بتاع الولي، اي ولي يعني، وامسح على الباب ده. كنت بحس ان شعور كرجل سني يعني متأصل، ايه الكلام ده، هو الباب ده يعني هيعمل ايه لما تمسحه؟ كنت بحس بنوع من السطحيه للناس اللي بتروح عند المقام اللي هو مصنوع حديثا يعني لا علاقه له بالولي ويتمسحوا فيه. انا اتمسحت بالابواب وقبلت الابواب وقبلت الاعتاب وقبلت السياج وقبلت الشبك اللي موجود على المقامات، وانا مش حاسس بنفسي، يعني مش هقول لك ان انا تعمدت اقبل وامسح، لا، لقيت نفسي مندفع بالفطره مع الناس اللي بتعمل كده بمنتهى العفويه، لقيت نفسي بعمل كده فعلا. فحقيقي وتذكرت قول قيس ابن ملوح مجنون ليلى لما كان بيقول في البيت وطوف بالدياري دياري ليلى، قبلوا ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الجدار شرفن قلبي ولكن حب من سكن الديار. فالمعنى الجميل اللي فهمه قيس، للأسف إحنا كناس سلفية أو وهابية أو إخوانية، وأنا إخواني متأصل يعني، كنا بعيدين عن هذا الجمال اللي ما حصلناش لجمال مشاعره، احنا كنا عندنا جفوه وعندنا جفاء. فالعفويه اللي فيها الناس دي هي اجمل ما تكون، يعني تخيل ان لو الناس دي لها منظمه معينه وهيئه معينه حكوميه بتوجهها وبتحاول كل التفاصيل مش هكون بالجمال ده، انما الناس اللي هم العراقيين اللي بيضيفوا الناس بمنتهى البساطه ومنتهى الجمال، كل واحد بما عنده وما يستطيع وما يقدر، وسبحان الله يعني عشان طالع من القلب فله مدلول عند الآخرين. الناس الزوار اللي بيزوروا نفس الشيء، العفوية دي عاملة جمال في المشهد رباني. يعني يمكن في الشوارع ما هياش بالنظافة اللي مثلا موجودة في الحرمين مكة والمدينة، العمائر والبيوت نفس الأبهة والفخامة بتاعة مالة المدن الأخرى، لكن برضو فيها جمال، يعني وكأنها السفينة اللي فيها خرق، سفينة اللي ركبها الخضر مع موسى عليه السلام وفيها خرق. يمكن هذا الخرق وهذا العيب كان أحد جماليات السفينة. حتى العيوب البسيطة اللي موجودة في يعني في العراق وفي الأماكن المقدسة، إن كانت هناك عيوب حقيقة هي أحد عناصر الجماليات في المشهد، ففعلا شيء يفوق الوصف. طيب
أنا أريد الشيخ أبو عائشة يوجه لك كلمة. أبو عائشة سلام عليكم. شيخ عبد العزيز، أنت ترى الآن هو في رحاب الحسين عليه السلام في تلك البقاع الطيبة، وهذا المشهد أبو عائشة أنه أنت لما تذهب إلى هناك تختلف، تجد أنه الناس على فطرتها، فطرة الله التي خلق الناس عليها، هذا هو الدين القيم، أنه الإنسان بعفويته يصير عنده حب محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين، ويرى المسألة عملية. فهل قلبك تواق لزيارة تلك البقاع الطاهرة شيخ أبو عائشة؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله منكم. أي تكمل. لا والله أعوذ بالله. أقول للأستاذ عيد وردان، بمجرد حجزك وسفرك من مصر إلى العراق أنت تجمع آثام وسيئات، أنت تجمع آثام وسيئات، لأن النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة الكرام ما فعلوا ما فعلت. هل أنت يعني أشد حبا منهم بالحسين؟ هل أنت أشد منهم تعلقا بالحسين؟ لا أبو عائشة، أبو عائشة شيخنا شيخنا شيخنا، أنا أقول أنت آثم، أنت آثم ومأجور غير مأجور. ابتدأت بدعة وأحدثت حدث وعصيت الله ورسوله، وكل ما انفقته في غير محله وسوف تسأل يوم القيامة، نفقتك حرام وزادك حرام ومركبك حرام وذهابك حرام، وأنت تمشي في حرام وحرام حتى تعود إلى بلدك. هذا أنا كلامي تفضل. طيب أخواني أنتم سمعتم، هي هذا الفرق أخواني، هذا هو السبب. أنا أريد أن أقول شيء ويتفضل أستاذ عيد والسيد مثم يردان. أنا أقول أيها المشاهدون الكرام، هذا هو السبب الذي ألفت فيه هذه الكتب. يعني مثلا هذا الكتاب هو رجل سني، رجل في مكة، يقول مفاهيم يجب أن تصحح. يعني الآن الأخ عيد ورداني نعم، هذه المفاهيم اللي يحملها الأخ أبو عائشة، وأنا شوف أقول أخ زين، هذه مفاهيم وهابية سلفية متطرفة، ما عندهم يعني إحسان الظن بالآخر. ولذلك مثلا هذا من أرض مكة كتبه، تجد أنه مثلا من أرض المغرب، من أرض المغرب مثلا هذا الدكتور عدنان ابن عبد الله زهار كتب كتابا أيضا ضد الأخوة الوهابية، وذكر الانتصار للسادة الأشاعرة. لماذا؟ لأنه أيضا ذكروا هذه المسائل المتطرفة التي ذكرها. ومن تونس أيضا كتبوا هذه الرسائل التونسية التي ذكرها مفتي تونس ضد هذا الرأي المتطرف الذي ذكره الأخ أبو عائشة. ومن مصر الحبيبة ذكر مفتي مصر هذا الكلام اللي سماه المتشددون منهجهم ومناقشة أهم قضاياهم. إذن من الطبيعي، أنا عندما قدمت الأخ أبو عائشة من الطبيعي أن أسمع منه هذا الكلام. لماذا؟ لأن لابد إذا وجد الجمال ووجد الحق عند الأستاذ عيد الورداني لابد أن يوجد الباطل. أخواني أنا أقول لكم معادلة لابد أن تكون، يعني واحد زائد واحد النتيجة اثنان، فالنتيجة أنه الشيخ أبو عائشة لابد وأن يقول هذا الرأي. الذي أريد أن أقوله أخواني أيها السنة الأحباب الكرام، أنه افسحوا مجال للآخر أن يفكر، بالله عليكم ما يجوز أنه أنا صح والباقي كلهم خطأ. خلوا مجال للطرف الآخر أنه يطرح الأدلة. يا أخوان ما عادت الأمور تنفع، أنت الآن ابنك ما تسيطر عليه، في موبايل يستطيع أن يكتشف الحقيقة. سابقا تمنعون الحقائق بمنع الكتب، الآن الحقائق في الهاتف. فيا أخوان يا سلفية أرجوكم تعالوا إلى ساحة الحوار. ولا إيش تقول أستاذ عيد؟ هل هذه الدعوة طيبة أنه نفتح ساحة الحوار بأدب وبأخلاق ولنرى الدليل مع من؟ نعم حبيبي.
كلام الأخ أبو عائشة ذكرني بحدث بسيط حصل أمامي. كنت جالس مع أخ جالس جنبي كده معرفوش يعني، وماسك سبحة وبيسبح عليها يعني. فجه أخ من الإخوة اللي على الشاكية الأستاذ أبو عائشة، قال له يا أخي هذه السبحة بدعة، دي بدعة. قال له ليه؟ قال له النبي كان يسبح على أصابعه لا يسبح على سبحة. فالأخ قال له أنا مش مسبح. قال له بتعمل إيه؟ قال له أنا بقول بتحبني مش بتحبني، بتحبني مش بتحبني كده يعني. فسكت يعني، استحى وخجل يعني. تخيل ان انا بقول بتحبني مش بتحبني، ها دي حاجه عاديه، لكن لو قلت سبحان الله الحمد لله الله اكبر دي بدعه. فانا بقول للاخ الكريم، الناس بتيجي مصر تدفع فلوس ملايين عشان توصل للهرم، توصل لرمسيس الثاني، توت عنخ امون، وبينبهروا وبيحطوا ايديهم على هذه التماثيل عشان جاي من بلد بعيد يصرف فلوس، عايز يشوف الحروف والاشكال والحجاره دي ملمسها ايه، ها، وبيقف مبهور، وبعضهم بيبكي امام الهرم وامام الحضاره الفرعونيه. فانا مش عارف الاخ يعني ايه اللي مزعله بالظبط يعني، هل عشان زرت الحسين؟ والسؤال ده موجه لابو عيشه، بيقول لي عشان زرت الحسين ولا عشان الاعمال اللي في الزياره؟ عشان ابقى فاهم بس. تفضل يا ابو عائشة، شو المشكلة؟ اولا لا تقيس لما نذهب الى مصر ثم ناتي الى الاهرام وكذا، ناتي لننظر للذين بنوا هذه الاشياء اين هم الان؟ اين ذهبوا؟ هذا للتعاظ والعبرة. قل سيروا في الارض، قل سيروا في الارض، هذا ما فيها شيء. اقول لك ليش ابو عائشة ليش تصرف تكت وتروح لمصر على مود تشوف الاهرام على مود تتعظ؟ ما يمك القبر وروح تتعظ يمه، ايش عندك دافع فلوس؟ يعني هالك لا واحد ابو عائشه هاي بس طلبتك 30 ثانيه. يعني واحد يروح يسافر ويحجز طياره ويدفع له فلوس علشان يروح يشوف الأهرام، علشان الأهرام يشوفهم عندما ماتوا علشان يتعظ، ما يما البقيع قبر يروح يشوف القبر ويتعظ.